من كنت امشي بشوارع بعقوبه كنت اشوف اثار الدمار والحرب والرصاص بكل مكان في بعقوبه، لذلك حاولت انه اسوي هذا الفريق حتى اسوي دياله او بعقوبه باجمل صوره. الاسم الفني علاء الزهيري من مواليد 1995 من بعقوبة، انهيت دراسة البكالوريوس في القانون. رغم انه اني موهوب بفن الرسم الا انه اني كان تخصصي القانون. بعد ما انهيت الدراسة الاعدادية حاولت انه ادخل كلية الفنون، لكن لقيت رفض من قبل الاهل والاقارب انه من باب انه الفن ما بي اي مستقبل. لذلك دخلت كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون. حاولت أجمع بين المهنتين اللي هي مهنة القانون ومهنة الفن، وهبنا الله منذ الصغر بمواهب عدة منها فن الرسم بصورة رئيسية، بالإضافة إلى فن الخط والنحت والموسيقى وباقي المواهب اللي اكتشفتها بعد ما اكتشفت الرسم، لكن الرسم كان بالدرجة الأساس. حاولت أطور نفسي بمجال الرسم، يعني المعلومة أنا ما تعلمت من أحد إنه شخص علمني أو هاي، لا بالعكس كان اجتهاد شخصي يعني من عندي. حاولت أطور نفسي، تمرنت أكثر، اشتغلت على نفسي أكثر. الحمد لله اليوم وصلت لمرحلة ممتازة، تميزت أعمالي بالدقة والواقعية المفرطة اللي لاقت استحسان ومقبولية من قبل المجتمع الديالي. صارت لي بصمة اليوم في كل مكان في ديالة تقريبا، منها المطاعم والكوفيات وقاعات الحديد أيضا، ويعني بخصوص الرسم الجداري حاليا أنا فنان بالرسم الجداري، اتجاه فني وكونت فريق فني، فريق عمل خاص بي. الفريق يتضمن 60 عضو من كلا الجنسين، اشتغلنا هواي مدارس تطوعية و فنية. علاء، اريد نعرف منين جت فكره تاسيس هذا الفريق، شلون تكون هذا الفريق، وش قد اعضاء هذا الفريق؟ فكره هذا الفريق تكونت انه اني كنت امتلك موهبه الرسم، فاجتني فكره بيوم من الايام انه اكون فريق. نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت بيه انه يعني حاب انه اكون فريق فني. هواي ناس يعني اعضاء دخلوا لي خاص قالوا انه حابين نكون وياك بالفريق. يعني انت نشرت شيء؟ نشرت على الانستغرام. نعم. أي. اوكي، فكونت جروب على التليجرام. تقريبا الفريق بداية تضم 40 عضو من كلا الجنسين، بنات وولد. بعدها حاولنا نجمع، يعني شلون احنا كنا على مواقع التواصل، بعدين حاولنا نظهر على ارض الواقع، فكونا تجمع بالفروسية. اي، تناقشنا بامور الفريق، قوانين الفريق. من بعدها حاولنا نسوي مهرجان يعني يخص الفريق. مهرجان كان بمدرسة أهلية اسمها مدرسة ابن سينا. المهرجان كان افتتاح للمدرسة، عرضنا به مواهب رسم وأعمال يدوية. المهرجان لاقى استحسان وقبول من المنطقة. الفريق ما اقتصر فقط على الرسم، بل ضم عدة مواهب أخرى منها الخط العربي والعزف ايضا والموسيقى. ايضا كانت عندنا مواهب تمثيل، فكل هذه المواهب انجمعت في فريق واحد، فريق فني بدياله. الفريق كان اسمه فريق واقعيون الفني التطوعي، واشتغلنا باشرنا حملات كثيره يعني، ومو فقط على صعيد الحملات الرسم، لا ايضا كانت عندنا حملات كثيره في مناطق كثيره من دياله، من ضمنها كانت منطقه ابو صيده اللي هي منطقه يعني كانت تعاني من الارهاب، فاحنا قدرنا يعني نوصل لهذه المنطقه، وايضا بثينا رسوماتنا، رسمنا رسومات تدل على السلام والتماسك المجتمعي.
أنا مها جاسم من مواليد 2001 طالبة لغة إنجليزية جامعة ديالى كلية التربية الأساسية مرحلة ثالثة. أرسم صار لي 7 إلى 8 سنين. اكتشفت موهبتي بالمدرسة بالمتوسطة والإعدادية لأنه يعني كنت أعرف درس الرياضيات أكيد وأقعد أرسم الأستاذة، وهذا اللي يخليها تسمح لي إنه أظل أرسم إنه أنا دا أرسمها، فهنا أعطتني التكت حتى أكمل الرسم وهيج. فظليت أرسم طالبات، يجني البنات إنه أخط اسمهن واسم البوي فريند وهيجي، فهنا يعني صار دائما إنه ألاقي يعني فد رفلكشنات إيجابية إنه واو ذاتس جورجوس. فظليت أكمل إنه رسم خط رسم خط رصاص، ظليت أرسم بالميك اب بأي ماتيريال موجودة بالبيت قبل لا إنه يعني أهلي خلص يثقون إنه أنا رسامة ويبدون يشتروا لي مواد، فأني أستخدم المتاح لي. فبين الميك اب بين إنه أستخدم الميك اب كل ما تم وأخذ البروشز بتاعها، فعلى هالأساس لحد ما خلص أهلي يعني نطوني التراست والثقة الكافية إنه هاي مواد وأنت ابدعي باللي تحبينه. سنة عن سنة طورت موهبتي أكثر وصرت من رسامة مبتدئة ترسم بس بالرصاص وبالميك اب إلى لوحات زيتية، وتلاقي إعجاب كبير من فنانين تشكيليين بدياله. هذا اللي زادني ثقة إنه دائما من يشوفون لوحات يقولوا لي أنت أقوى من رسامين المرحلة الرابعة اللي عندنا. فانضميت لكلية الفنون سنة أولى وبقتها صارت تشرين وكورونا وتخربط الوضع، فما توفقت بها. أغير دراستي اللغة الإنجليزية بس ظليت مستمرة بالرسم. فترة بعد فترة أكيد زادت احترافيتي بالرسم، لهذا لقيت أنه فريق واقعيون فريق فني ذو احترافية عالية يناسب مهارته ويناسب قابليتي بالرسم، فانضميت له وكان إنه هواي أعمال مشتركة وأنجزنا كثير أعمال جميلة بديالة. ليش الرسم على الجدران وش توصفين ديالة؟ طبعاً كنا نعرف أن مدينة ديالة تعرضت للكثير من الوعكات الإرهابية والعسكرية، لهذا تأثرت جمالياً وكمجتمع تأثر نفسياً باللي صار ب 2014 وقبلها. لهذا احنا كفريق فني نحاول أنه بفننا نرفع الذائقة الفنية لدى المجتمع في ديالة، واستهدفنا أماكن معينة منها تكون هي مركزية وتكون الفئة المستهدفة عالية أو يعني الفئة المتقبلة أو المتلقية تكون عالية حتى نوصل رسالة السلام وإنه إحنا رجعنا مثل ما إحنا والوضع رجع طبيعي، فحتى العالم نظل تفكر انه بعد الوضع متلكئ وما يعني ما مرتاحين، لا احنا وصلنا لدرجه انه احنا بدينا نرسم بالشوارع عادي ونرسم موضوعات يعني عن الحريه وعن كل شيء بكل اريحيه كل بساطه، لانه الجدار الفئه المتلقيه تكون اكبر والاستدام يعني اكو نقطه الاستدامه ومدى التاثير، فراح تكون باقيه وكل من راح يمر من هذا المكان حيشوفها لي يعني ممكن اكثر من سنه او سنتين او ثلاثه يعني لمدى معين، لكن يختلف عن موضوع اللوحه او المعرض لساعات معينه ويخلص. فالنقطه الاساسيه للجداريات انه التاثير يكون اوسع ولمدى يعني لوقت اكثر، فلهذا انا حسيت انه الفريق اقدر احقق من خلال المسج اللي احنا نريدها ك قيمة فنية موجودة بالمجتمع وكأعضاء فنانين، أكو رسائل هواي إحنا نريدها من خلال نقدر نوصلها من خلال الرسم، اللي هي مثلاً إنه تعنيف النساء أو الأطفال، موضوع التحرش، موضوع التعليم، وإنه إحنا نقدر نحقق أحلامنا بإرادة وعزيمة وهيك نقدر نواجه أي شيء رغم الظروف الصعبة اللي نعيشها بالمحيط. We'll be right back.
حنين البغداد 22 سنة، خريجت معهد الفنون الجميلة ديالة، وحاليا في طريق إن شاء الله إلى أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد. سابقا أعمل في مجال السفر والسياحة، حاليا في المجال التطوعي. دخلت هالمجال قبل سنتين تقريبا. سابقا منذ طفولتي ما كان أكو أي اهتمام من الجانب الفني، كان حتى الطموح يختلف. لكن انه قبل سنه من دخولي المعهد الفنون الجميله اكتشفت هالموهبه، واكيد الاهل هو الداعم الرئيسي. تفوقت بالخط العربي والزخرفه بفضل الاهل والاساتذه عندما ادركوا انه موهبه حقيقيه وتستحق. انضميت لهذا الفريق من خلال انه قاموا معرض، بعدها من شفنا اقبال الناس جيد، خصوصا في محافظه ديالى اللي كانت تعاني من عدم الاهتمام بالفن، فانه كانت اكو فكره انه نسوي فريق تطوعي بنفس الوقت انه احنا ننشر رسوماتنا، لكن حتكون ما تقتصر فقط على اللوحات، لا هالمره جدران. حنين، في البدايه يعني ليش اختاريتوا موضوع انه ترسمون على الجدران؟ شو الفكره اللي تردون توصلوها بدخولكم لهذا المجال او بهذا المعترك؟ اختارنا نرسم على الجدران لنشر السلام في محافظه ديالى. نفس ما تعرف انه محافظه ديالى هوايه عانت من ناحيه الارهاب، من ناحيه المشاكل اللي بيها، من ناحيه النزاعات اللي صارت في كذا اماكن، فإنه الفن يساعد. الفن هو أساس نشر السلام، نشر المحبة. بالرسم طرحنا هواية مواضيع من خلال العنف اللي تواجهه المرأة أو العنف اللي يواجهه الطفل في المجتمع. أيضا دخلنا رسومات تخص حضاراتنا. أنا وفريق واقعيون نحب نبرز محافظة ديالى، فنحاول بأكثر من مكان نرسم ونبرز الرسومات إذا كانت بأي مكان، إذا على الجدران أو بأي مكان. أنا أحب التطوع وأحب الرسم، فحبيت إنه ألبي هاي الموهبة، فدخلت فريق واقعيون والحمد لله قدرنا نرسم ونبرز فريقنا ونبرز الرسومات اللي نرسمناها. نرسم مثلا عن المرأة أو عن النظافة، يعني أي شيء نشوفه نحب نرسم عليه حتى نوعي العالم، حتى بأي مكان يقدرون يمشون حتى يشوفون هذا الشيء. ممكن هذا الشيء البسيط يقدر يحفزهم إنه هذا الشيء غلط وهذا الشيء صحيح. طوعت لهاي المبادرة اللي صار رسالة إنه إحنا ننشر الفن بالمدارس أو بالشوارع العامة، فهي تبقى صورة إيجابية عن محافظة ديالى وعن إحنا كفريق، إنه دا نقدم رسالة للجميع، الطلاب أو الطالبات، فهو هذا هدف يعني أنت لازم توصل له وتحققه. يعني أنا شاهدت بعض المحاولات وبعض المشاركات لمجموعة من الشباب في متحف ديالى، في المدارس التي تعاني جيرانها من التلف، عادوا صباغتها ورسوم جدا بديعة، يعني تنشر الجمال، تنشر الحياة، تنشر يعني الحرية. هذه الأعمال جميعها أعمال يعني كبيرة بالنسبة لمتطوعين يصرفون من جيوبهم لإقامة هكذا فعاليات.
ديالى واحدة من المحافظات اللي عانت من الإرهاب، التخريب الإرهابي. كانت مليئة بالمناظر اللي غير مناسبة للنظر، لذلك من هذا المبدأ أنا كونت الفريق حتى نتطوع ونجمل هذه المناظر ونجعلها بأجمل صورة ممكنة. الحملة لاقت استحسان حظت بمقبولية عالية من قبل المجتمع الديالي. نلاحظ تفاعل الشارع الديالي مع الحملة ومع الرسومات، نلاحظ منهم من يعني يجهزون بالإمدادات بالمواد بالماء. أعتقد أنه الحملة وصلت للناس من خلال الرسومات اللي شاهدوها، من خلال رسومات السلام، أيضا الشهداء اللي جسدناهم برسوماتنا. ديالى واحدة من المحافظات اللي تعاني من الذاقة الفنية، فمن خلالنا احنا كشباب متطوعين حاولنا نوصل رسالة للمجتمع انه الفن لا زال موجود، وعملنا كثير رسومات في المحافظة كانت اعتقد عكست صورة إيجابية عن المحافظة. قدرنا نغير ولو جزء بسيط من المناظر اللي كانت موجودة سابقاً. المواضيع كانت مختلفة، يعني منها من كانت تعبر عن الحرية، أكو رسومات كانت تدل على نبذ الطائفية بالمحافظة، أيضاً عبارات يعني تدل على حث الشاب على التطوع والعمل الخير الإنساني. فالمواضيع كانت مختلفة، ما حاولنا أنه نحصر رسوماتنا بشيء واحد، بالعكس كانت مواضيع مختلفة ولاقت استحسان الجميع. علاء، واحنا اليوم نوقف بالشارع وانتم جزء من هذه البيئه ومن هذا المجتمع، اكيد اكو صعوبات، اكو مشكلات، اكو معوقات بامكان ان تواجهكم من خلال عملكم، يعني تردون ترسمون رسمه، تردون تاخذون موافقه، اكو مشكلات. المعوقات اللي واجهناها بالصوره الاساسيه هي معوقات الدعم، يعني احنا اليوم كفنانين رسامين نحتاج انه فجهه معينه تدعمنا من ناحيه المواد، من ناحيه تكاليف العمل. فهذه المسألة أعتقد كانت فد معوق أساسي بعملنا التطوعي. الصعوبات اللي نواجهها قلة الدعم، أو باختصار انعدام الدعم، حتى أكون واضحة وياك، انعدام الدعم، سواء دعم مادي، الدعم المعنوي تقريبا خلينا نقول بدأ يتطور أكثر، لكن دعم مادي نهائيا ماكو. معدوم. معدوم. أوكي، ليش ما مؤمنين بأفكاركم بالفن اللي تقدموه؟ ممكن إنه يعني اكو دعم من منظمات، بس انه مو الدعم الكافي، حيكون فقط يقتصر على الالوان، على هالامور، يعني المواد الفنيه. الموضوع الثقافي يحتاج الى يعني دعم حكومي مباشر. هذا الدعم يجب ان يسن عبر قانون، يجب تفعيل قانون لدعم وتحريك المشهد الثقافي. غير ممكن انه يعني خاصة المحافظة توجد بها يعني لجان يسموها لجان الثقافة. هذه اللجان مهمشة ولا نستطيع أن نقول أنها لجان ثقافية. أغلب الموجودين باللجان الثقافية ولن يتواصلوا مع أي مثقف. أغلب التخصيصات المالية اللي موجودة للجان الثقافية تهدر سنوياً بأعمال أخرى بعيدة عن الموضوع الثقافي. مها، بالإمكان أنه راح تكتفون بموضوع أنه أنتم فقط ترسمون على الجدران، ولا أكو في بالكم مشاريع مختلفة ومستقبلية؟ إحنا كفنانين من المستحيل أنه نكتفي بكمية أو نوعية من الرسم واحدة. كل منا إلى فد مخيلة وإلى أحلام وطموحات كثيرة وبأنواع مختلفة. أنا كمها عندي كثير من الطموحات، خصوصاً إنه أرسم بكل كليات ديالة. أنا رسمت بكليتي لكن ما أكتفي بهذا الشيء، أكيد بدي أشتغل على إنه أرسم بالجامعات الباقية، أرسم على المستشفيات، على كل المدارس، إنه تكون بصمة فنية عندنا بall the places، كل الأماكن اللي موجودة بالمحافظة. ليش؟ لأنه حلو أو شيء كلش يعني بغاية الجمال إنه العالم وين ما تروح تشوف الفن،
بطريقة محترفة وبطريقة يعني مناسبة أو لائقة بالذائقة للمجتمع. أنا محب للتطوع، محب للعمل التطوعي، طوعت بهذا الفريق لأن أشوف هذا الفريق هو عنده رسائل لتثبيت المجتمع بعد ما عانى من الإهمال، من الحروب، من الويلات. شفت هذا الفريق يعني قادر على رسم الفرحة والابتسامة على وجوه المجتمع. هذا الفريق يرسم على الأماكن العامة الجدار اللي هي تكون دائماً النظر عليها حتى يوصل رسالة السلام واطمئنان للمجتمع، أنه مجتمع ديالة مجتمع ثقافي وواعي، مجتمع تعم به روح الفن، موجود الفن بدياله بوجود الشباب. نسوي حملات رسم، يعني أفضل ما نرسم بالبيت لوحات وما حد يشوفنا، نطلع للشارع نرسم لوحات حتى العالم يشوف، المجتمع يشوف، نطور من رسوماتنا، من شغلنا، من موهبتنا نطورها، فنضيف شغل حلو للمحافظة وبقية الأماكن. علاء، لكل مشروع اكو احلام وامال وطموح للمستقبل، اريد اعرف شنو مشاريعكم المستقبليه وحدود مشروعكم هذا، فقط راح تبقون وتكتفون بالرسم على الجدران ولا اكو مشاريع اكبر؟ اكيد لا، احنا عد ما اطلقنا على نفسنا فريق فني تطوعي، فاكيد اكو ببالنا اهداف ومشاريع مستقبليه ممكن نسويها. رغم ذلك احنا مو فقط رسم على الجدران اشتغلنا، بالعكس اشتغلنا كثير حملات بالدياله، منها حملات كانت تزيين مثلا تشجير، اشتغلنا حملات غاثيه اللي هي مساعده الناس المحتاجه، وايضا سوينا مهرجانات ترفيهيه للطفل، من ضمنها كان دار الايتام، ايضا قمنا يعني اكثر من مره حفل ترفيهي للاطفال الايتام اللي من شانها انه تغير من نفسيه الطفل وترسم البسمه على شفاهم وتزرع المحبة والسلام في نفوسهم منذ الصغر. أكيد راح نستمر بحملاتنا التطوعية، حملاتنا الجمالية اللي راح إن شاء الله يعني تغير من مستوى ومن جمالية محافظة ديالة. إحنا كفنانين نطمح إنه نجتمع، إحنا كنا ننجمع كفئات فنية موجودة في ديالة لإنتاج أعمال فنية أقوى وأكثر جمالية وأرقى. هذا التحصيل حاصل إذا اجتمعت قوة فنية كبيرة ومن مختلف الأنواع، كرسامين، كنحاتين، خطاطين والفنون الأخرى، إذا اجتمعت على أنه تنتج أعمال فنية تنصب في ديالة راح تلاقي إعجاب كبير من المحافظة، وراح يوصل فننا للعراق كله مو فقط في ديالة. ماكو مشكلة، احنا عندنا هواي مساحات معقوبة هي تحتاج انه نجسد عليها رسوماتنا، نضيف لمسة جمال للمكان. بس مو كلنا احنا لا بقى عن حدد الاماكن نروح نشوف موافقات او شيء، اللي نقدر نحصله نبلش شغل. اكيد اكيد احنا بعد ما ناخذ الموافقات مثل ما ذكرتي نحاول نبلش بالرسومات.